حبيبي كل يوم السعوديين بيطلعوا مع خمس بنات، ما واحد سعودي ساكن في العمارة اللي أنا فيها خمس بنات بيجيب في اليوم في المعارف. حتى واحد يهودي، واحد يهودي بيجيب كل يوم خمس بنات، بيجي من إسرائيل بس عشان البنات، عشان البنات والمخدرات. بقول لك الكوكايين في المغرب أرخص من إسرائيل. واحد يهودي كل شهرين بيجي مرة على المغرب. ويا حبيبي كل يوم مع خمس، والاخر يسكن في العمارة كان اللي انا فيها. نفس الاشي، العمارة كلها شراميط طلعات شراميط نزلات في العمارة. العساس الحارس العمارة كل واحد بعطيه 200 درهم بقول له جيب زي ما بدك. صاحب الدار بقول لك روح جيب بنات بغي زي ما بدك، المهم اعطيني فلوس. اصلا هم ليش جايين من الخليج؟ جايين عشان يبغوا، طالما ما في بغوا ما بيجوا، بضلوا بالسعودية. أصلا كلهم الغربية هذول الخمس ملايين اللي بيجوا في السنة بيجي بغوا. يعني قال لك السعودي جاي من السعودية حج في المغرب؟ ليش جاي؟ جاي نيش، جاي نيش شو قحبات، وياخذ الامراض ويروح. زبه بروح منفوخ هالقد من المغرب مع 50 مرض، مع سفلس وسيلان والسيدة. اذا واحده واحده بتقول لي صاحبتها كان مرضها السعودي اعطاها ايدز، علي الطلاق. واحده مغربيه بتقول لي عن صاحبتها مع سيده اخذتها على المعارف، قلت لها طالما صديقتك مع سيده يكون انت بقيت مع السعودي 2 مرات.